مدار الأخبار في دقيقة ونصف، أهلا بكم. ما تزال ردود الفعل الوطنية والدولية متواصلة بشأن الخطوة التي أقدم عليها الرئيس التونسي قيس سعيد، والتي وصفها الكثيرون بغير محسوبة العواقب بعد استقباله المسمى إبراهيم غالي رئيس ميليشيات البوليزاريو، مع تخصيصه باستقبال رسمي على غرار بعض رؤساء الدول المشاركة في القمة الإفريقية اليابانية. فمن جانبها استنكرت شبيبة الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الموقف الصادر عن الرئيس التونسي، وعلى إثر الدعوة والاستقبال اللذان خص بهما زعيم عصابة البوليزاريو الانفصالية، مشيدة بالموقف الذي عبرت عنه الخارجية المغربية. وبدوره استنكر الاتحاد الدولي لنقابات آسيا وإفريقيا استقبال الرئيس التونسي لزعيم ميليشيات البوليزاريو، معتبرا ذلك ضربا بعرض الحائط لكل الثوابت الدبلوماسية والعلاقات المتميزة التي تربط المملكة بتونس. حالة استنفار قصوى تشهدها الحدود البرية الفاصلة بين الفنيدق وسبتة المحتلة منذ الساعات الأولى من صبيحة أمس، بعدما حاول مهاجرون غير نظاميين ينحدرون من دول جنوب صحراء إفريقيا بمحاولة اقتحام جماعي للثغر المحتل. وتمكنت القوات المساعدة المغربية بتنسيق مع الحرسي المدني الإسباني من إحباط محاولة 90 مهاجرا غير نظامي من جهة بليونش، والثانية من طرف مهاجرين يحملون الجنسية المغربية حاولوا الإبحار إلى الضفة الموالية قبل أن تمنعهم السلطات المغربية. لمزيد من الأخبار والتفاصيل زوروا موقع جريدة. إلى اللقاء.